للعشرة ان شاء الله في الجزيره، ومهمه الاهلي اتسهلت بلقاء كايزر تشيفز. الصفقات الجايه بالنسبه للنادي الاهلي، حابب اعرف يعني علي معلول ايه اخباره، عشان في كلام كتير بيتقال على انه احتمال يعني ما يجددش، واحتمال عايز يمشي بره. يعني في ظل التأجيلات بتاعت الدوري دي، شايف ان الزمالك هياخد الدوري السنه دي ولا لا؟ ايه الصفقات اللي ممكن هتتم بعد ان شاء الله ما نحقق العشرة؟ هل في حاجه باذن الله للفريق باذن الله بعد كده ندعم بيها الخط الوسط الاهلي؟ وهل في هجوم تاني الاهلي كان فيه بيقولوا صفقات افريقيا، فعايزين نسال ان شاء الله. ايمن حفني ما بيلعبش ليه يعني؟ وبس، وعايز اعرف هل ساسي هيرجع ويجدد ولا لا، ولا ماشي خلاص؟ العشرة اهلي. هل معلول هيجدد عقده مع الاهلي ولا لا؟ ان شاء الله العشرة اهلي باذن الله. هو يستحق، من اول ماتش تونس من هناك كان فعلا هو المسيطر وهو المتحكم في الماتش. بالنسبه لساسي، كلنا كزملكاويه بنسمع كلام اللي هو موجود ولا مش موجود لسه، عايزين نعرف اذا كان هيكمل معانا ولا لا، ولو مش هيكمل معانا هل في بديل المناسب اما موجود ولا لا. الزمالك طبعا اسم كبير، لعيبه ملهاش حل، افضل لعيبه حاليا دلوقتي موجوده في مصر، ده بلا يعني بلا منازع. في مجهود مبذول في الفتره الاخيره كويس، يعني مجهود مبذول كتير قوي، حاسس ان النادي كله بقى على قلب بعض. ليه لما بنبقى فارقين بنقط او فارقين في ماتش والاداء كويس جدا يخلص الماتش تعادل او خساره؟ ونادي الزمالك في الفترات الاخيره في اي بطوله بيفقد ثباته الانفعالي وبيفقد نقط كتيرة جدا. احنا دلوقتي في نهاية بطولتين، كاس مصر والدوري، بنقول له ركز لو سمحت، من فضلك حافظ على النقط اللي في الدوري، مش عاوزين الاهلي لو لعب مؤجلاته هيبقى فارق عن الزمالك باربع نقط. هنقول له بقى حافظ، المواجهات الاهلي صعبة، عنده بيراميدز وعنده سموحة وعنده انبي، فممكن يفقد نقط كتير. فبنقول له بقى حافظ بقى ان الاربعة دول الاهلي يضيع منه في تعادلين، هزيمة وتعادل، ويقدر يوصل ان شاء الله للنهاية ويحقق البطولة دي، وهو قريب لها جدا يعني، وخلي الناس عندهم ثقة. تقييمه لبيتسو موسيماني السنة دي، وهل هو متوقع ان شاء الله يعمل انجازات مانويل جوزيه ولا لا؟ الصفقات حلوه طبعا، ان احنا دلوقتي بنجدد للعيبه اللي هي في الفريق الاول، بس لازم طبعا نهتم برضو بقطاع الناشئين عشان خاطر ندعم الفريق، بقطاع الشباب. عندنا واحد زي امام عاشور دلوقتي، هو يعتبر مش بديل اول فرجاني ساسي، بس لما بينزل الملعب بيبقى دوره مهم جدا في ارض الملعب. وان شاء الله الزمالك دلوقتي بيلعب على الدوري والكاس، وباذن الله ربنا يكرمه وياخد الثنائيه ان شاء الله.